أولا أنا لا أعلم ما هذه يعني الأمر الذي جعلهم أن يتكلمون على الانتخاب في هذا الوقت تحت أي قوانين هذه الانتخاب. دعوة إلى الانتخاب أقولها للمجتمع الدولي وأقولها للأمم المتحدة فهي شهادة وفاء إلى وفاق الصخيرات. إن كان وفاق الصخيرات لديه سنتين ذهابا وعيابا تجولوا في جميع أنحاء العالم ثم يأتيني بعد سنتين ويقول لي بأنه دخل وأصبح من له شهادة وفاة ثم الآن تأتي إلي بانتخابات تحت أي قانون تحت أي نظام؟ هل النظام الذي سينتخبه هل ستكون انتخابات برلمانية رئاسية؟ هل سيكون شبه رئاسي؟ هل سيكون رئاسي؟ ما الذي علي وما الذي عليهم؟ ما الذي سأنتخبه؟ ما هي الخطة التي سيضعها إلى ليبيا؟ ثانيا لدي سؤال أسأله ولا بد أن المشاهدين يعلمون. عندما أقرت المحكمة بسقوط مجلس النواب وعدم دستورية مجلس النواب قام الشعب الليبي وخرج أكثره في الميادين ينادي بالانتخاب جديد. وماذا في تلك الأوان الأمم المتحدة تخرج علينا وتقول لا للانتخاب. الآن ما السبيل؟ لماذا تغيرت كل الأحداث؟ لماذا يريدون أن تطيل عمر الأزمة؟ عمر الأزمة ضمن المراحل الانتقالية. عمر الأزمة كيف تريدني أن أنتخب شيئا وليس دستوريا وليس قانونيا ولا أستطيع أن أحكمه عبر القانون؟ الدعوة إلى الانتخابات سيدي الفاضل هو الدعوة إلى ما قبل 2011. الدعوة إلى الانتخابات هي دعوة إلى دكتاتورية جديدة. الدعوة للانتخابات هي عبارة عن تمجيد شخص معين ثم لنضعه ثم بعد ذلك هو من سيكتب الدستور والدستور سوف يفصله عليه وعلى أعوانه. ماذا فعلنا نحن؟ خسرنا أبناءنا وضحينا والأرض امتلأت دماء يا سيد الفاضل من جميع الأطراف ثم الآن يخرج علينا بفزورة الانتخابات ويشغلون الشعب الليبي بتلك الانتخابات ولا أحد منهم يتكلم على الدستور.